مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله متعودين معاكم ان احنا نغطي كل اخبار النادي الاهلي في اي مكان، واكيد الشغل الشاغل زي ما اتكلمنا امبارح مع النجم الكبير علاء ميهوب هو مباراه الغد ان شاء الله في السادسه مساء، مباراه الاهلي وهوريه ان شاء الله الغين، ان شاء الله تكون مباراه سهله على النادي الاهلي ما يصعبهاش على نفسه ان شاء الله. متفائلين كلنا وعارفين النادي الاهلي دايما ورجالته في الزمان والمكان دايما عند حسن ظننا وحسن ظن الجماهير الكبيره جدا والعظيمه جدا للنادي الاهلي. مباراه صعبه طبعا، صعبه مباراه في ذهاب يعني ربع نهائي دوري الابطال دور الثمانيه، حاجه صعبه جدا. ان شاء الله النادي الاهلي يسهلها عن نفسه، حلم كبير جدا للجماهير الاهلاويه ان احنا نستعيد تاني عرش القاره السمراء وان شاء الله نوصل لكاس العالم للانديه باذن الله اللي اتكلم فيه الكابتن محمود الخطيب. وقلت لكم قبل كده ان الكابتن الخطيب تعدى البطولة الأفريقية وقال إن احنا عايزين نحقق مركز أفضل في كأس العالم للأندية، وكانت ثقة كبيرة جدا من الكابتن الخطيب بيديها للجهاز الفني واللعيبة إن انتوا قدها وقدود وقد القارة السمراء كلها وقدود كمان، وإن شاء الله تفرحونا تفرحوا جماهير النادي الأهلي اللي دايما بتستنى البطولات منكم ومن رجالة النادي الأهلي. اتكلمنا كمان مع الكابتن علاء ميهوب امبارح عن نقاط ضعف حورية الكيني الغيني ونقاط القوة. قال الكابتن علاء ان نقاط القوة بتاعته بتتركز في خط هجومه، نقاط الضعف بتتركز في خط دفاعه، ده المعتاد دايما في الفرق المتوسطة. لكن باتريس كالترون في حديثه في فرانس فوتبول امبارح قال كمان ان انا مش هنسى الثلاث اهداف اللي دخلوا فينا في مباراة تعتبر سهلة نسبيا، وهتكلم فيها مع اللعيبة بتوعي وهنتكلم كمان عن الاخطاء الدفاعيه، عشان كده هو عامل حسابه ان ما يدخلش فينا اي اهداف وما يبقاش فيه هفوات وليست ثغرات دفاعيه. بكره ان شاء الله مباراه لا تحتمل اي اخطاء وان شاء الله رجالتنا يكونوا عند حسن ظننا بيهم. قبل ما استقبل ضيفي الكريم عايز اتكلم معاكم بس في نقطه مهمه دايما بسمعها، يعني دايما تسمع ايه اصل الاهلي في حد عايز يمشي ايا كان. انتوا عارفين طبعا السوشيال ميديا دلوقتي ما شاء الله المواقع كتير جدا وما شاء الله القنوات كتير جدا وما شاء الله المفتين اكتر واكتر، يعني دايما بنسمع اصل الاهلي هيمشي مش عارف مين، اصل الاهلي هيروح فين، اصل لعيب من النادي الاهلي رايح مش عارف ايه. اللي بيلفت نظري في القصه مش مهم اللي يتقال، لكن اللي بيلفت نظري في القصه ان يقول لك اصل هو رايح للفريق المنافس. فانا فكره الفريق المنافس مع احترامي الكبير جدا لكل الانديه ودي حقيقه فعلا انا بحترم كل الانديه بجماهيرها ايا كانت هي مين، لكن فكره المنافس أنا عايز أفهم فكرة المنافس. أي حد يعني يتفضل ويدخل لي يكلمني مثلا على تعرفين كل أنا برد على أي حد، كل الناس حبايبنا وأصحابنا وعلى دماغنا من فوق برد على أي حد، حد يقول لي يعني إيه فكرة منافس. اللي أنا أعرفه متعلمه حتى علميا إن المنافس اللي هو بينافسك اللي هو ماشي معاك يعني خطوة بخطوة، أنت سابقه خطوة خطوتين ثلاثة أربعة مثلا هنقول منافس، لكن إن أنت واخد دوري 40 مره ما شاء الله واقرب منافسيك انا بقول اهو بلغه السوق بتاعتنا اقرب منافسيك نادي الزمالك 12 بطوله. انا مش هتكلم بقى على 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 منافس بصراحه، انا بتكلم على المركز الثاني بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو نادي الزمالك 12 بطوله. نادي الزمالك نادي كبير جدا، نادي عريض جدا، جماهيره جماهير محترمه جدا، بنكن له كل الاحترام والتقدير طبعا، لكن انا بتكلم في فكره المنافس ومش عايز اروح لحته ثانيه. المنافس اللي هو بينافسك او بقرب منك شويه، لكن انا اسبقك ب 28 بطوله بطوله دوري يعني 28 سنه عشان اجيبك وانت ما تاخدش بطولات، استحاله طبعا تبقى في منافسه خالص. النادي الاهلي يا جماعه بعيد عن المنافسه بالارقام والتواريخ وكل حاجه، اللي عايز يشوف السجلات والتواريخ يدخل يشوف 40 بطوله دوري، نادي الزمالك 12 بطوله دوري، بعد كده الانديه مش عايز بقى اتكلم عن الكاس، مش عايز اتكلم على افريقيا، مش عايز اتكلم على السوبر، مش عايز اتكلم على البطولات العربيه، موضوع كبير جدا. فخلي الاهلي دايما بعيد عن الكلام وبعيد عن حته المنافسه، اللي يتكلم اصلا مش عارف مين هيسيب النادي عشان رايح لفريق منافس. ما فيش فريق منافس للنادي الاهلي ودي حقيقه، مع احترامنا تاني وتالت ورابع ومليون لكل الانديه اللي بنكن لهم كل احترام، لكن النادي الاهلي بتاريخه بارقامه بعيد خالص عن موضوع المنافسه. مش معنى ان انا بقى اروح اعمل حاجه جديده واقول ده انا هنافس النادي الاهلي، لا بعيد بعيد خالص. كمان ان انت تجيب النادي الاهلي في 28 سنه اعتقد ان دي حاجه مستحيله جدا، ان انت تاخد 28 سنه بطوله دوري والنادي الاهلي ما ياخدش حاجه خالص، حاجه مستحيله جدا، لكن مش مستحيله على الاهلي. يعني لو الاهلي كان في الوضع العكسي كنت اقول لك لا ممكن، لان النادي الاهلي عمل كده فعلا، عمل كده فعلا، عمل فرق 28 سنه بطولات بينه وبين اقرب
المراكز مش هيقول المنافسين، فطلعوا من دماغه. مش عايز جماهير النادي الاهلي تشغل دماغها. اللي حصل الفترة اللي فاتت حاجة جميلة جدا من وجهة نظري، اللي حصل والدنيا اتقلبت الايام اللي فاتت او الشهور اللي فاتت حاجة جميلة جدا. اللي هيقعد لك في النادي هيقعد وهو عارف يعني ايه النادي الاهلي، عارف يعني ايه قيمة النادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، بيعشق النادي الاهلي. لسه فيه لعيبة زي حسين الشحات مثلا، كل شوية انا نفسي اجي النادي الاهلي، ما شاء الله بيلعب في دوري كله فلوس، عنده اغراءات ماديه كبيره جدا، لكن الراجل بيحب النادي الاهلي، عشقه النادي الاهلي مثلا. ده واحد من المليون اللي بيعشقوا النادي الاهلي. لا يعود لك، هو اللي بيحبك، هو اللي بيعشقك، هو اللي عارف يعني ايه قيمتك، هو اللي عارف يعني ايه قيمه جماهير، هو اللي عارف يعني ايه ينهي حياته او يبدا حياته في النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيكبر اي حد بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. فاللي هيقعد هو اللي عارف قيمتك. كمان اللي هيجي لك هو اللي هيجي لك انت بس، مش هيجي لك عشان الفلوس، وده اللي متعودين عليه طول عمرنا في النادي الاهلي. ففي حاجه ايجابيه حصلت الفتره اللي فاتت وهي الحته دي بصراحه، حاجه جميله جدا. اللي هيقعد لك عايزك، واللي هيجي لك عايزك وسايب كل فلوس الدنيا مهما كانت الاغراءات الماليه والماديه، عمرها ما تيجي ذره في حب النادي الاهلي. مش عايزين نقعد نتكلم كتير بقى عشان الناس بتقول لي انت بتتكلم مش عارف ايه، لكن دي حقيقه ودي ارقام مش عايزين نتعداها خالص. نرجع تاني المباراة الهامة جدا بكرة، دعواتكم من القلب. مباراة مفيش حاجة سهلة خالص في كرة القدم دلوقتي، لازم تعب ولازم جهد ولازم شوية مجهود زيادة عشان نكسب بكرة إن شاء الله، أو نحقق نتيجة إيجابية تريحنا في مباراة العودة إن شاء الله في القاهرة. أتمنى أنها تكون في القاهرة، وأتمنى كمان أن جمهور كبير جدا يحضر هذه المباراة، وترجع الجماهير الأهلوية تهدد وتخوف وترعب أي منافس للنادي الأهلي. معايا ضيف عزيز جدا، نجم كبير جدا، نجم أهلاوي كبير جدا، مساك من طراز الفريد، النجم الكبير سمير كمونة، لنستقبله بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، يعني نورني وشرفني النجم الكبير، نجم الاهلي ومدفعج الاهلي السابق، النجم سمير كمونة. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا ميدو، وحشني. عامل ايه؟ الحمد لله. انت اللي وحشني والله. ربنا يخليك يا حبيبي. هتيجي نرحب بيك بقى دايما كده، برجاوي بيعمل كده ترحيب كده وفريق الاعداد بنرحب بالنجم. برجاوي جميل على طول وبيرحب بكل ضيوفه مش انا بس الحقيقه. يلا بركو. وعليا هوبا يا دوبول دوبول، سمير كمونة، سمير كمونة في الوقت الفاضل. سمير كمونة نجم النادي الاهلي السابق من مواليد 2 ابريل عام 1972، هو واحد من افضل اللاعبين الذين شغلوا مركز قلب الدفاع في تاريخ الاهلي والمنتخب الوطني. بداياته كانت مع المقاولون العرب بعد صعود للدور الممتاز موسم 93-94، ثم انضم لصفوف النادي الأهلي موسم 96-97 ليشارك معه في 44 مباراة محرزا معه 3 أهداف. كان بيطلع لورا سمير كمونة، خاض تجربة الاحتراف في الدوري الألماني مع فريق كايزرسلاوتن من 98 وحتى 2000، ثم رحل على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي بورساسبور التركي موسم 99-2000، عاد إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد من عام 2000 وحتى 2002، خاض وقتها مع الأهلي 12 مباراة وأحرز هدف. أبو الدهب ضربة حرة غير مباشرة وعليا هوبا يا دوبول دوبول، سمير كمونة، سمير كمونة في الوقت القاتل. شارك لأول مرة مع المنتخب الوطني أمام المنتخب الإثيوبي في 4 يونيو عام 1995، وشارك مع المنتخب في العديد من البطولات حتى عام 2000. سمير كمونة مش ممكن يا سمير يا كمونة حبيب قلبي يا حبيب قلبي، مش ممكن يا ابني والله.
بدأ التدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي من 2009 وحتى 2011، وذلك مع فريق مواليد عام 1993. حقق معه بطولتين بدوري الجمهورية، قام بتصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول أمثال رامي ربيعة، محمود حسن تريزيجيه، ثم عمل مدربا عام لفريق بتروجيت، ثم مديرا فنيا لفريق طوخ، ثم مدربا عام لفريق النصر الليبي، ثم مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بنادي طلاع الجيش موسم 2013-2014. تولى أيضا تدريب فريق الرجاء بالدوري الممتاز عام 2005، وغزل المحلة أيضا موسم 2016. وفي 27 من يونيو 2016 تولى تدريب فريق ناشئ الأهلي مواليد 97. وعليا هوبا يا دودون دودون سمير كمونة سمير كمونة في الوقت اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومنورني ومشرفني النجم سمير كمونه نجم الاهلي ومدفعك الاهلي. اهلا بيك كابتن مره تانية. اهلا بيك حبيبي، ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله. طمنا عليك. زي الفل الحمد لله. فين دلوقتي؟ لا دلوقتي مريح شويه لان بيجي لي عروض برضو بتبقى ضعيفه شويه في الممتاز بيه، لسه في دوري ممتاز لسه مفيش حاجه، انما مستني يعني يكون في فرقه كويسه بتنافس على الصعود ان شاء الله. غير كده العمليه تبقى صعبه. اقول لك انا ما سمعتش كلامي. على ايه؟ قعدت اقول لك خليك في الدرجه المدرب ومدير فني لمكان ما، وكان الدنيا ماشيه معاك. طبعا مش النادي الاهلي طلب مني. طبعا دي حقيقه، تعبها ما تاخرش عن النادي الاهلي في اي حاجه. يعني كان سمير كمونة معروض عليه، مش معروض عليه، هو طلبوا منك ان انت تتولى مسؤوليه فريق الشباب في نادي الاهلي، وهو كان ماسك احد انديه الدوري الممتاز او كان جاي له دوري ممتاز، فهو فضل طبعا ماسك المحل وكان جاي لاسوان. فهو فضل طبعا اكيد النادي الاهلي حتى لو فريق الشباب. وانا بصراحه ساعتها قلت له ماشي فريق الشباب ماشي والنادي الاهلي ماشي، ده حاجه جميله جدا، لكن خليك في الكارير بتاعك وخليك. لكن هو طبعا سمير كمونه محب للنادي الاهلي بطريقه برضو. مش عايزين نخلط الامور يا جماعه، يعني مش عايزين نخلط الامور، مش عايز اتكلم في حاجة، لكن مش عايزين نخلط الأمور، مش عايزين نخلط بين اللي بيحب فعلا النادي ومثلا طلب منه حاجة فعملها وخلاص الموضوع انتهى، وبين حد خلاص يعني هي حرية شخصية، لكن في الأول في الآخر عارفين مين اللي بيحب النادي الأهلي جدا. في بداية كلام مع سمير كمونة في الفصل بقول له عايز، لو عايز تتكلم في حاجة معينة، قال لي طبعا عايز أتكلم عن الماس الراحل أيقونة نادي الأهلي ورمز نادي الأهلي الكبير الراحل صالح سليم. طبعا كلنا بنعتز بالأسطورة ونجم من نجوم النادي الاهلي، يمكن النجم الاوحد اللي احنا كنا بنفتخر بيه، وده قدوه لينا، وانا شخصيا بعتبره قدوه ليا الحقيقه في حياتي الشخصيه وحياتي العمليه لما كنت متواجد في النادي الاهلي وانا لعيب او انا مدرب. شخصيه يمكن الحقيقه مش تتكرر، يعني كلنا بنحبها. يمكن اول ما جيت النادي الاهلي كان في كذا موقف كده ممكن احكوا لك يا ميدو. كنت انا واحمد نخله جايين من نادي المقاولين النادي الاهلي. فكان في ميعاد الساعه 11 الصبح في نادي الاهلي وعشان نمضي يعني وكده، فبيقول لي انت عايز كام عقدك يعني كده، بتاخد كام في المقاولين؟ قلت له احنا يعني لسه العقود لسه، ده اول سنه المفروض هنعمل عقود يعني لسه. قال لي طب بص انت هتاخد زيك زي حسام حسن زي شوبير زي الناس دي كلها. فعلا فعلا ما كانت لائحه وسقف واحد، مفيش حاجات متفاوته. يعني هم 40 50 يعني كان نجم اول مره هو اللي كان ياخد 50000 جنيه وكانت عامله ازمه الحقيقه. وكان مثبت الموضوع دوت واخد قرار مع كابتن ثابت الله يرحمه، كان مدير كوره، فقال لي انت تاخد زيك زي انت واحمد زيك زي النجوم الكبار. قلت له خلاص انا موافق. قال لي طيب انت قبل ما تمضي ليك الرغبه ان انت تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له انا اهلاوي ابا عن جدا وبموت في النادي الاهلي، وانا في المقاولين بشجع النادي الاهلي يعني. مش عارف حاجه. كنت بتفرج على الماتشات الدوري واحنا قاعدين في الاستراحه في نادي المقاولين انا وزمايلي واحمد نخله ومصطفى صادي وزيزو وعلاء طه المجموعه اللي كانت معانا دي. فالحقيقه يمكن
اتكلم معانا هو ما بيفرضش عليك انما هو عنده كاريزما غير عاديه. اتكلم معاك تقدر ان انت تمسك القلم كده تمضي من غير اي حاجه. فلما اتكلم مع حاجه طبعا يعني المايسترو يعني رحمه الله عليه يعني. فمضينا ومضينا ساعتها كان الامضه كانت 5 سنين. مضينا 5 سنين انا واحمد وصورنا معاه. وكان في قلم احمر كده ظريف كده كان عاجبني قوي بصراحه كان عاجبني قوي. بعد ما مضيت رحت قلت له يا جدع على اذنك ممكن اخد القلم ده؟ قال لي اه اتفضل يا حبيبي هديه مني ليك يعني. لغايه دلوقتي معايا القلم ده على فكره والله. والموقف الثاني كنت انا في المانيا السنه الثانيه. كنت بلعب في بطوله اوروبا كان معايا الكابتن هاني رمزي والسنه الثانيه بقى تعورت كان رجلي في الجبس لقيت فيه تليفون لقيته تليفون رقم مصري لقيت الكابتن صالح بيكلمني. الو سمير كابتن مين؟ انا كابتن صالح. كابتن زي رحبت بيه طبعا. قال لي احنا عندنا مشكله دلوقتي في الفريق وبنعمل فريق جديد وانت لو ما عندكش مشكله انت ترجع النادي الاهلي تاني مرحب بيك يعني وتنور يعني انت نجوم النادي الاهلي واحترفت من خلال النادي وانت وعدتنا لما ترجع مصر مش هترجع على النادي الاهلي. قلت له بالفعل حصل. مفيش يعني كانت رجليها في الجبس كان انكر رجلي مكسور كان قدامي حوالي شهرين كان داخل علينا اجازه الثلج. ف قلت له يا كابتن اللي حضرتك شايفه كده وانا تحت امر النادي مفيش اسبوع اتنين نزلت الاجازه قعدت معاه رجعت مع النادي ودفعوا مبلغ بسيط كده حوالي 100,000 دولار او 120,000 دولار لنادي كايزر زارت الالماني ورجعت النادي الاهلي تاني. بس هو من كمان كلاعب كان ناجح كان اداري ناجح كان رئيس نادي ناجح من الشخصيات اللي نجحت في ثلاث مهن او ثلاث مناصب اشتغلهم الكابتن صالح. طبعا بدايه هو كان من ناشئين النادي الاهلي لعب منتخب احترف في النمسا جريتسل النمساوي جاب 20 بطوله النادي الاهلي احرز هدف قدام المانيا الغربيه وهو كابتن مدحت فناجيل 2-1 رفعت فناجيل 2-1 هو احرز هدف احرز 7 اهداف في مباراه واحده مباراه الاسماعيلي في الدوري. اول هدف يجيبه كابتن صالح في الدوري العام كان قدام نادي المصري البورسعيدي. اول هدف وطبعا جاب 20 بطوله للنادي الاهلي متنوعه. انت جايب كواليس كتير يعني لا اصل انا من محب كابتن صالح قوي يعني الحقيقه. يمكن هو مين عاشره وما حبوش الحقيقه يعني يمكن المحاضره دي انا سمعتها انا كنت موجود السنه اللي بعديها لكن سمعتها على اليوتيوب. كان بيتكلم بيقول ابو الدهب كان فرقه ثقيله جدا انا جيت السنه اللي بعديها بقى كان انا سمعتها ممكن اقول لك سريعا كده هو كان بيقول ايه لفرقه النادي الاهلي. كان في منافسه بين الاهلي والزمالك وفرق 13 نقطه والحكام كانوا عاملين مشاكل في الدوري كله مش مع النادي الاهلي بس. فقال لك كلمه قال لك احنا خدامين الحكام. تخيل الكابتن صالح المايسترو كابتن صالح سليم يقول كده ليه؟ لما ليها معنى انه ان انتوا محدش يعترض على التحكيم. ده اللي النادي الاهلي دلوقتي بيعمله. يا جماعه نلعب ونكسب ملناش دعوه بالتحكيم انت لازم تساعد زميلك. كان بيدي مثل للكابتن ابراهيم حسن لما يكمل ناحيه الرايت انت بتهاجم كتير يا ابراهيم خلي بالك فلان اللي ناحيتك يعمل سبورت ليك. كلنا نسند بعض لازم الفتره اللي انت بتلعبها كلاعب كوره لازم تحافظ عليها عشان هترجع تفتكرها بالخير ويبقى تاريخ ليك. دي كانت سمات الكابتن صالح. حلوه الجمله الاخيره دي. طبعا فكلنا بنتعلم منه. اي رئيس نادي جه طبعا في المنظومه كان بيبقى ناجح من خلال طبعا خبره الكابتن صالح كلنا كنا بنستفيد منها. فزي ما انا بقول لك كابتن صالح لو قعدنا 3 ايام نتكلم عليه مش هنديله حقه. انا سايبك بصراحه اصل انا كمان بستمتع كمان لما حد بيتكلم يعني. مش على الكابتن صالح تحديدا كمان على حد من رموز النادي الاهلي يعني الناس اللي عاشروا صالح سليم يا جماعه الناس اللي عاشروا محمود الخطيب يعني كابتن علاء مايوب كان موجود معايا امبارح بيكلمني بيقول لي كان حلم من احلام حياتي ان انا بس الكابتن محمود الخطيب يعدي عليا وانا رايح التمرين ناشئين فلقيت نفسي بلعب معاه وبتمرن معاه فعارف بتبقى حاجات انت تقعد تسمعها. ناس بيبعتوا لي على الفيسبوك عندي بيقولوا لي حكايات اللي النجوم بتيجي تحكيها اللي هي الشباب بتوعنا بقى اللي ما عاشروش الفتره اللي بيسمعوا يتعلموا فلما بيسمعوا بيزيدهم عارف لا انا اهلاوي يعني اهلاوي صح طبعا. كابتن صالح اتكلم على كابتن خطيب
قال احسن او اعظم لعيب جه في تاريخ مصر في كل حاجه اخلاقيا وفنيا كل حاجه مش من فراغ هو عارف هو بيقول ايه وقال لك هو مستقبله في النادي الاهلي ان هو يبقى رئيس النادي الاهلي وبالفعل حصل اتكلم عليه قال لك ان كابتن محمود خطيب زيه زي ميشيل بلاتيني كنت بتكلم على النقطه دي امبارح والله يا سمير اتكلم معاك فيها واخد بالك جاب مقارنات المقارنه ما بين الاهداف هنا وهنا كابتن خطيب وميشيل بلاتيني وجاب اهداف مارادونا واهداف الخطيب ده فيديو كابتن صالح اللي مصوره راح طلع عليه مصور قناه كانت مصوراه يعني فبيقارن لعيب من مصر للعيبة عالميه يعني ما يعني قيمه وقامه ومش وكابتن صالح مش هيتكلم على اي حد بالظبط زي ما بتقول الكابتن علاء هو مش هيجامل مظبوط يعني كابتن صالح ماشي فرقه كامله يعني قال لا في مش عارف كان 15 لعيب باين يقعدوا هو كان عنده فمش هيجامل حد في اي اجتماع يخش كده يقول لك النادي الاهلي ما بيوقفش على حد ولا اداري ولا رئيس نادي ولا لعيب ولا اي حد جماهير النادي الاهلي هي اللي بتعمل كل حاجه بس لازم انت تدي للنادي الاهلي اكتر من طاقه عشان لما تيجي تتفرج على الذاكره بتاعتك والشريط بتاعتك او السي دي بتاعتك بعد كده هتبقى مبسوط ما تبقاش زعلان بص الكلام يعني كلام كبير قوي هي مش 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 كلامه خلاص لا ده كلام ليه معنى وبالفعل جماهير النادي الاهلي عيد لي حته جماهير النادي الاهلي دي يا كابتن عشان انا ادي لك سؤال كده جماهير ايه انت قلت لي دايما بقول ان جماهير النادي الاهلي هي اهم حاجه ما هو الجماهير هي اللي بتصنع النجوم يعني انا لما جيت نادي المقاولين مثال ليا انا مش عايز يعني الحمد لله بفضل الله كنت اساس في منتخب مصر قبل ما اجي النادي الاهلي لكن نجوميتي زادت ومستواي الفني والبدني زاد في خلال تواجدي النادي الاهلي الجماهير خلي بالك برضه هي ادتني دفعه جامده جدا وانت لو مش كويس في الملعب مش هيشجعوك مش هيفضلوا يعمل لك مسانده كل الماتشات يروحوا وراك اسماعيليه رايحين سويس ده مش بيروح وراك ده بيموت وراك طبعا جماهير النادي الاهلي دي سند لكل لعيب في كل الاجيال وكل التواريخ طبعا ما حدش يقدر يستغنى عنها وكانت بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا احنا ما كناش نقدر لما قبل كده النادي الاهلي كان فيه مشكله مش طب خلينا قبل ما نروح لقبل كده يعني خليني اقول لك جماهير النادي الاهلي تحديدا ليهم حق يزعلوا بقى لما يشوفوا نجومهم او معشوقينهم يعني مش هقول مش عايز اقول بيبيعوا عشان صعب قوي ما حدش بيبيع لكن حتى لو هم مضطرين حتى لا انا عايزك في النادي الاهلي طول عمرك انا عايزك في شكل النادي الاهلي طول عمرك انا عايزك تفضل تدافع عن النادي الاهلي طول عمرك انا عايزك حتى لو ايه اللي حصل لك هم مش فاهمين اللي فاهمينه يا كابتن سمير ان انت اهلاوي واحنا شجعناك هتفضل معانا لاخر العمر ده مفهومهم وده من عشقهم ومن حبهم وحقه. ومن تضحيتهم وحقهم حقهم يعني بس مش اتفضل. مش ما حقك ان انت تبقى تحب النجم لكن ما تحوطش عليه في حياته الشخصيه كمان وتضايقه تحبه وهو في الملعب وتاريخه في النادي الاهلي لكن لو حد مثلا راح قناه ثانيه او راح نادي ثاني يعني من حقه ان هو يزعل بس لو انا كلعيب مش شغال او قاعد في البيت او طلبت النادي الاهلي بالاخص خلينا نكون واضحين ان انا اكون موجود سواء في القناه او في الناشئين الاهلي او في الفريق الاول ومحدش استجاب لك الموضوع ده ومحدش سمع لك او محدش قدرك انت من حقك ان انت تزعل واخد بالك لان انت تاريخك مش صغير بالظبط لازم يكون في تقدير متعودين في النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي القدامى او الصغيرين او في الاشبال ان لما اللعيب يعني يحس ان هو مش عايزين نقول مظلوم لا يعني ما خدش حقه ما بيطلعش في الصحف ويطلع في الميديا بالزبط. يتكلم ويقول انا مظلوم وازاي وعملته ليه كده لا كل واحد انا بحب التخصص جدا كل واحد ليه تخصص هو شايف ان سمير مش موجود الفتره دي خلاص ما بقاش موجود انما انت سامع الصوت ده عامل ازاي يا كابتن ميدو ده كمان ده يعني ده هز جبال يعني انت بتنزل الملعب انت يعني لو مستوى 50% هتبقى 70-80% بتلاقي نفسك في السماء روح عاليه جدا الناس دي جايه بحب بيحبوا النادي بحب غير عادي
فممكن نستحمل الناس زي ما انت بتقول يعني الجماهير بتزعل منها ممكن نستحملهم، لكن في حاجات بتبقى خارجه عن اراده الشخص نفسه في حته الشغل. انا مقدر كلامك جدا بس انت قلت لي يعني خلينا ايه نفصل الجمهور دلوقتي. الجمهور ليه حق ان هو حبك وعشقك فهو عايزك طول عمره معاك طبعا. هو حقه عليك طبعا. لكن هو يعني ما بيبقاش شايف قوي انت ايه من جوه او انا فعلا انا عايز ابقى في النادي، عايز ابقى هنا، عايز ابقى هناك. هو امتلكك لانه ادالك كل حاجه. انا بكلمك بلسان واحد من الجماهير ماشي. يعني واحد من الجماهير يقول لك ايه طبعا. انا سمير كمونة ده عشقي، انا بعشقه، انا هو بتاعي سمير كمونة ده، ما اقدرش اشوفه في حته تانية غير النادي الاهلي. فلما يلاقيك مثلا مش سمير كمونة تحديدا، انا بتكلم في العموم، يلاقيك انت بقى بقيت بره ظروف خاصه، لو انا لازم اتقبل بالظبط النقد حتى بالزبط. بالسلب او بالايجاب ده طبيعي جدا. ما انا مش هبقى ناجح لما يكون في عندي نقد. لو اللي بنتقدك مين؟ الجماهير اللي صنعت نجوميه سمير كمونة بالظبط، اللي هم بيعشقوك طبعا هم وانا بعشقهم جدا. فهي بس سوء تفاهم اكيد اكيد. انا عايز برضو اخد رايك كحد مسؤول في النادي الاهلي. يعني سمير كمونة دلوقتي حد مسؤول في النادي الاهلي، وانا عبد الحميد حسن عايز اشتغل في النادي، وانا عندي كم نجوم ما شاء الله كتير جدا جدا، ايه المفروض ان انا اعمله؟ بكلمك بجد والله، يعني انا ايه المفروض ان انا اعمله وانا عندي كم نجوم ما شاء الله؟ انت عارف الاهلي اقول لك بمنتهى الصراحه، قول لي لو انا مسؤول يعني هشوف المؤهلات اللي موجوده، السي في بتاع كل واحد. لو عبد الحميد حسن احسن او افضل او انسب من سمير كمونة او فلان او علان مفيش مشكله. انما انت بتزعل لما بتلاقي مثلا حد ما لعبش كتير يمسك منصب مثلا، حد ما لعبش كتير يمسك حاجه في قطاع الناشئين، حد ما في الفريق الاول مثلا. كل زمايلنا وطبعا حبايبنا وما يعني ما منقطعش في حد وكل حاجه، لكن انت بتسالني سؤال. انا بقول لك انا لو مسؤول في النادي الاهلي بمسك السي في بتاع كل واحد. وانت شفت الحمد لله يمكن سمير كمونة اشتغل في الدوري الممتاز واشتغلت في النصر الليبي واشتغلت اكيد وست عشان النادي الاهلي حاجات وده طبيعي وده من حبك. لكن انا ورحت المانيا ورجعت من المانيا زي ما قلت لك كف صالح عشان خاطر النادي الاهلي، والنادي الاهلي ساعتها يمكن يعني انا وعدت الناس الزمالك كان بيفوضني، ولما رجعت على النادي الاهلي عشان خاطر الجماهير برضه اكيد واخد بالك أكيد. فانا مش هخش مزايده مع النادي الاهلي او اكيد لا انا عارف او بخصم مع في النادي الاهلي عشان خاطر واحد مثلا يقول لي انت رحت في قناه مثلا حلقه عملت مش عارف ايه. لا مش واحد او اتنين اللي هيقيمني بتاريخي جوه النادي الاهلي ويخلي حد يزعل مني. ده انا ده اللي انا كلمته وده اللي انا فتحت معاك الموضوع يعني منتهى الامانه. بس انا عايز اقول لك على حاجه وانت اكيد عارفها متوقن منها ويعني هضمها كمان. النادي الاهلي عمره ما بينسى اولاده. النادي الاهلي دايما بدي كل حد حقه، لكن عارف بتبقى في فترات كده يعني الوضع يعني همشي كده. لكن انا عمري ما هنسى ان في حد سمير كمون، عمري ما هنسى ان في حد مش عارف مين. كلام جميل جدا. بس انت كمان لما تعرض نفسك وعلى المسؤولين وتقول انا موجود وتحت خدمه النادي الاهلي وتحت امر النادي الاهلي قبل ما اي حاجه تتسكن في في في, في النادي وترجع تلاقي نفسك بره، فدي مشكله. ما مش حقك انت تزعل اكيد اكيد. بس عشان اكيد يعني. هي ما يعني ما عدتش كده. اسمع بس مني. انت شايف كده انت شايف كده خلاص. ان شاء الله طبعا اكيد. النادي الاهلي بيتك طبعا ومكانك طبعا، وانت طبعا نجم كبير. خدت كم بطوله مع النادي الاهلي؟ انا خدت 11 بطوله، 3 دوري و3 كاس و3 بطوله عربيه كده 9 وسوبر 10 وبطوله افريقيا 11 واخد 2 مع المقاولين بقى وكاس مصر يعني 11 بطوله مع الاهلي. ما شاء الله. في كام سنه؟ 6 6 سنين 11 بطوله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. يعني قلت لكم يا جماعه. طب انا وعلى فكره في 2 في المقاولين برضه، انا ابني من ابناء نادي المقاولين اكيد طبعا. نادي المقاولين نادي كبير جدا جدا. وطبعا مبارك للكابتن علاء نبيل على مباراه امبارح. طبعا مبروك كابتن علاء. طبعا افتح تليفونك بقى كابتن علاء عشان نكلمه. بيردش على حد على فكره. مغرور قوي قوي مغرب بعد ما كسب. مبروك كابتن علاء. كابتن علاء نبيل حاجه جميله جدا ويستاهل كل خير، شخصيه محترمه جدا واكيد كل الجماهير طبعا بتعشقه سواء اهلي زمالك مقاولين. نجم كبير في كوره واخلاق وتدريب كمان. بتمنى له كل التوفيق. ونادي المقاولين طبعا كابتن سمير طبعا اكيد انت عشرتهم حاجه جميله جدا جدا طبعا في قمه الاحتراف. بتكلم في الانترو بتاعي ان في ناس هتسيب الاهلي عشان تروح انديه منافسه. شايف ان في منافس فعلي للنادي الاهلي؟ في منافس. ما هو انت لو ما فيش منافس هتبقى الكره في مصر فاشله.
للاسف معلش هي كلمه جارحه شويه انما الكره لا الكره متعتها المنافسه. ايوه طب المنافس يعني ايه منافسه كابتن؟ المنافس يعني مفهوم المنافسه يعني انا عبد الحميد حسن بينافس سمير كمونه. هي منافسه مش خصم يعني دي نقطه مهمه جدا. المنافسه يعني سمير كمونه واخد 11 بطوله انا واخد مع النادي الاهلي مثلا 5 بطولات في منافسه شويه ان انا يعني 5 7 بطولات. ما المنافسه ممكن انت بتتكلمنا على فرقه بتنافس الاهلي على الدوري مثلا. انا بتكلم في التوتال. النادي الاهلي عنده 40 بطوله دوري طبعا. نادي الزمالك عنده 12 بطوله دوري. في فرق 28 بطوله تمام. هل دي منافسه؟ مع احترامي طبعا الكاميرا انا بتكلم بس تشبيه. هي منافسه بس منافسه ضعيفه لنادي الزمالك. انت بتقول 12 بطوله والنادي الاهلي 40 في فرق هنا 28 فرق بطولة. في السرعات زي ما بيقولوا يعني لا انت بتتكلم تاريخ وبتتكلم ورق واخد بالك. فنادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق وبطولات احنا انت طول عمرنا يمكن كنا مع بعض هنا في الاستوديو قبل السنه اللي فاتت كنا بنتكلم عن نادي الزمالك كويس جدا. هو المنافس الوحيد للنادي الاهلي بالظبط. لكن في الاخر وانا اتمنى كمان ان هو يبقى كمان ياخد بطولات كبيره. ما انت سالتني انا بقول لك هو نادي الزمالك الوحيد اللي الاسماعيلي بعيد المصري بعيد بقيه الانديه بعاد شويه. للنادي الاهلي عنده استقرار وعنده لعيبه ومتعود ان هو ياخد الدوري وبياخد الدوري بدري. فدي طبعا حاجه كويسه تحسب للنادي الاهلي ولاعيبته ومجلس الاداره والفتره اللي فاتت مصمم على كده وبيفكر كمان في افريقيا. فهي خلاص تعود من جوانا ان احنا حتى لما بتلعب تقسيمه جوه النادي الاهلي في التمرين بتموت نفسك بالظبط انه الفريقين عايزين يكسبوا بالظبط محدش عايز يخسر بالظبط. فبتنطبع عليك جوه المباراه بالظبط. بالاضافه لان لما بيكون في جماهير كمان بيبقى الموضوع مختلف جدا اكيد. فالنادي الاهلي منافس عنيد لاي فرقه والفرقه اللي بتنافسه بتبقى يعني بتتحط في 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 موضوع صعب عليها لان بيبقى في فرق زي ما انا قلت لك من شويه فرق يعني لا امكانيات لعيبه يعني هنخلي التعبير برضو يبقى واضح شويه. امكانيات لعيبه امكانيات لعيبه انت متاكد؟ طبعا امكانيات لعيبه يعني ولا روح وكيان نادي. انا بدي لك لا يعني انت لو قعدت تتكلم هتتكلم كتير قوي انما امكانيات اللعيبه للنادي الاهلي بيختارها عارف هو بيختار اللعيبه اللي بتتاقلم مع طريقه لعب النادي الاهلي وتستحمل الجماهير وتستحمل الاعلام والضغط العصبي. قصدك شكل النادي طبعا لعيبه شكل النادي بالظبط. ايمج كمان بتاع اللاعب لما انت بتجيب لعيب ما بتجيبش اي لعيب بالظبط. حلو اخلاقيا بيبقى كويس جدا عمل حاجه مع نادي مع منتخب بيجي من الاحتراف يعني بيجي بيتقيم بيبقى في لجنه من مجلس اداره او شكل اللجنه الفنيه يعني عشان يبقى مطابق او يليق على امبارح يليق على النادي الاهلي. امبارح كابتن علاء ايوب قلت له انت لما بتيجي تختار لعيب قال لي لازم يبقى شكل النادي الاهلي يعني بصرف النظر عن مستواه. ما اللي انا قلته لك ده هو المطابق عليه يعني لازم يبقى شكل النادي الاهلي فعلا في كل حاجه. تمام يعني انا برضو بتكلم على حته المنافسه وطبعا انا قلت في الاول والناس عارفه كلها انا بحترم اي نادي خصوصا كمان نادي الزمالك نادي صاحب جماهيريه كبيره جدا وعريضه جدا كل الجماهير المصريه انا بحبهم جدا وبحترمهم جدا على دماغنا من فوق. نادي الزمالك نادي كبيره بتمنى له التوفيق في كل حاجه. انا بشجع نادي الزمالك لما بيكون بيلعب في افريقيا بيلعب بيمثل مصر في اي مكان بالظبط. وانا اعتقد ان في برضو جماهير نادي الزمالك اللي بتحب دايما اسم مصر مرفوع ان بتشجع النادي الاهلي في الدوريات اللي بيلعبها خارج او المنافسات اللي بيلعبها خارج الدوري المصري. اكلمك فيا برجاوي قول لي برجاوي محضر لك حاجه برضو عايز يوريها لك كان؟ يعني الجماهير مع سمير كمونه تعال نشوف يا برجاوي يلا بينا. وعليا هوبا يا دودود سمير كمونة في الوقت القاتل كمونة جول عالمي وبدماغه حلوة دودود سمير كمونة حط هدف جميل جدا جدا سمير كمونة جول جميل جميل يا سمير يا كمونة. كابتن سمير كمونة نجم من نجوم مصر وقلب دفاع مصر مفيش كلام يعني وأنا يعني اللعيب الخليفه بتاعه كابتن رامي ربيعه ربنا يرجعه بالسلامه ويرجع من الاصابه كده ونشوفه في الملاعب ان شاء الله. كان لاعب محترم يعني ولاعب على خلق يعني ولاعب ممتاز يعني وكان لاعب متكامل يعني في الدفاع وفي الهجوم وربنا يوفقه ان شاء الله. هو الاقرب ليه دلوقتي على ما اعتقد يعني كابتن سعد سمير يعني برضه
بيداء مدافع كويس وبرضه بيهدف يعني في بعض الاوقات يعني بيجيب جوان كويس يعني، فهو يعتبر اقرب واحد ليه دلوقتي من الجيل الحالي يعني في الدفاع يعني. الراجل يكفي ان هو راح لعب في الدوري الالماني، ده دوري من اقوى الدوريات في اوروبا، واثبت وجوده وكان عنصر اساسي في منتخب مصر، كان من الناس اللي كان ليها بصمه مؤثره في منتخب مصر، كان اعتقد كان مع الكابتن الجوهري يعني، فما اعتقد ان هو كان لا كان كان ليه بصمه واضحه، وكان راجل من احسن الناس السردباكات اللي جت في مصر اللي بتلعب كوره يعني. النهارده السردباك النهارده عشان تلاقي سردباك بيلعب كوره قصه، يطلع الناس ويشغل الناس ويستلم ويسلم ويعمل الباص المؤثر، لا النهارده النوعيه دي قليله جدا ما عندناش. احنا النهارده عندنا السردباك يمسك ويشيل يمسك ويشيل، لكن الراجل ده كان عنده كوره وكان بيعرف يشغل الفرقه من تحت، وكان كان بيطلع كمان، كان عنده تسديدات قويه، كان مميز. اعتقد ان رامي ربيع يعني، رامي ربيع برده كان ممكن كان بيلعب احيانا برده وسط ملعب ديفندر، فالراجل برده عنده الباص بتاعه كويس وعنده الكوره بتاعته كويسه، ومن نوعيه اللعيبه اللي بيمسك الكوره ولازم يطلعها للزميل مش بيشتت. فاعتقد ان اقرب واحد ليه في الجيل الحالي هو رامي ربيع، كان من السردباكات الممتازين في جيله، واعتقد ان هو لعب فتره كبيره وبعد كده احترف بره في المانيا، وكان يعني من السردباكات اللي كان مالي مركزه وكان أداؤه عالي وكان بيشتهر بالتسديدات القوية. قريب يعني شوية رامي ربيعة، لاعب خلوق ومحترم وكان بيأدي بشكل جيد، ونتمنى نشوف زيه في الملعب. ممكن رامي ربيعة ممكن هو أقرب واحد يعني قريب في الستايل وفي الأداء وفي الجسم يمكن كمان. كابتن سمير من أحسن المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر، وراجل احترف ألمانيا ومن الناس المميزة يعني، اللي نتمنى المدافعين بتوع النادي الأهلي الحاليين يكونوا زيه يعني. ربنا يشفيه كده ويرجعه بالسلامة. رامي ربيعة، كابتن رامي ربيعة من الناس المميزة والصخرة برضو في دفاع النادي الأهلي، نتمنى أنه يرجع بالسلامة إن شاء الله. هو كان من رموز جيل 90 أو بعد جيل 90 كمان، كان ايام الكابتن جوهري. سعد سمير طبعا يعني، ممكن يعني سعد مش بيشوط قوي زي سمير جمونه، بس تقريبا في نفس المركز او كده، ونفس الجسم ونفس اللياقه ونفس الاسلوب اللعب، فاتوقع ان هو يكون ماشي على نفس الخطه بتاعه يعني. طبعا كابتن سمير جمونه كان حاجه جامده جدا في النادي الاهلي، كان مدافع قوي جدا، كان في بطوله افريقيا 98 مع منتخب مصر طبعا، كان مدافع قوي جدا في النادي الاهلي. كابتن رامي ربيعة وكابتن سعد سمير دلوقتي في النادي الاهلي. وعليا هوبا يا دوت سمير كمونة في الوقت القاتل، كمونة اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مشرفني ومنورني نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق كابتن سمير كمونه، يعني برجعه عايز يعمل لك كل حاجه تبسطك معانا النهارده. لا والله حلقه حلوه جدا، انا بشكرك وبشكره طبعا، التقارير كلها حلوه والناس بتكلمك كلام كويس جدا الحمد لله. انت عارف الواحد سيرته كويسه في النادي الاهلي، ولما بتقدم مستوى طيب او تاريخ او سي في كويس للناديك او منتخب مصر، فده رد فعل الناس ورد فعل جماهيرك اللي بتحبك يعني. فأنا بشكرهم الحقيقة، جماهير النادي الأهلي جماهير عظيمة، واللي أنا فيه والقعدة اللي أنا قاعدها في استوديو في النادي الأهلي منهم هم مش من فراغ يعني. أكيد أنا بشكرهم. تتنور أي مكان يا كابتن. أنت صحيح كنت كاتب في تريزيجيه تقرير إنه يمشي من النادي الأهلي؟ لا خالص، أنا عايز أتكلم معاك. كابتن هادي خشب مرة قال لي أنت كنت هتمشي تريزيجيه؟ قلت له لا، هو الفترة اللي كان موجود معايا كان كنت بنزله الشوط الثاني، كان لسه اللياقة البدنية بتاعته ما اكتملتش، أو الهيكل الجسماني بتاعه عضلاته لسه كانت ضعيفه شويه، كنت بنزله الشوط الثاني وانا كنت معجب بيه جدا كلاعب. لما مشيت من النادي الاهلي انا ما مشيتش حد خالص، كل اللعيبه بقت موجوده، ويعني كمكافاه للناس اللي هي كانت بره السكور شيت على طول او ما بتلعبش. فكلمت الكابتن احمد ماهر رحمه الله عليه، كابتن ما تمشيش حد لان اللي هيجي مش هيبقى موجود افضل من الناس اللي موجوده. لما علي ماهر جه لعبه شويه صعد للدرجه الاولى، بس هو ده اللي حصل. انا ما شفتوش ده، انا كنت معجب بيه جدا. استغربت يعني. لا 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 خالص، لا ده دي اشاعه بس طلعت كده،
ان هو من اللعيبه المميزه، وكان ساعتها رامي ربيعه كان معايا وصعدته وورده وبعض اللعيبه الثانيه، يعني كان جيل محترم يعني. تمام، تعال نكلمك في ماتش بكره، اكيد ماتش مهم جدا كل جماهير الاهلي بتستناه كابتن سمير، ماتش الاهلي وهوريه الكيني الغيني، مش عارف انا طالبه معايا كيني الغيني. شايف المباراه دي ازاي؟ مباراه مهمه جدا طبعا، ربع نهائي افريقيا، يعني حوريه الغيني ليه انياب هجوميه لكن ليه ثغرات وفوائد دفاعيه كبيره جدا، شايف المباراه ازاي؟ لا بص، الماتشات اللي خارج ملعبك في افريقيا تملي تخليها 50-50 على طول، المباراه بتبقى صعبه جدا، الجو بيبقى حر، الملعب ده جزء من تدريب النهارده كابتن سمير، في امطار، في الملعب مبقاش كويس قوي، تتوقع اي حاجه، انما اي فرقه افريقيه على ملعبها بيبقى عندها شراسه هجوميه غير عاديه والجماهير بتساعدها. طبعا بالنسبه للجو بيبقى صعب، مطر في الصيف تلاقي فيه حر، رطوبه مش عارف عاليه جدا، فبتاثر على اداء اي فرقه تروح في ملعب افريقيا. فالنادي الاهلي عنده خبرات ان هو بيلعب في افريقيا على طول في الماتشات دي، وعنده لعيبه تقدر تجيد كل الصعوبات دي ان هو يستغل على الصعوبات فرقه حوريه الغيني على ملعبه، انما هو هي فرقه كويسه جدا وبتهاجم على ملعبها وجمهورها يعني صعب، فاي حد بيروح هناك الموضوع بيبقى صعب. انت شايف ارضيه الملعب عامله ازاي يا كابتن ميدو؟ لسه بتكلم عليها، مطر اهو والدنيا غرقانه خالص، دي ممكن تاثر على اداء النادي الاهلي بكره، او تاثر على الفرقتين مش النادي الاهلي بس. لكن خبره النادي الاهلي حاجه، الحر والرطوبه بصراحه، ما انا بقول لك هو حر ثلاث فصول يعني، تلاقي فيه مطر وتلاقي فيه تراب وتلاقي فيه رطوبه، حاجات كتير قوي. لكن النادي الاهلي يمكن لعيبه النادي الاهلي عندهم خبرات في النقطه دي، انا شايف المباراه تبقى صعبه لكن خبره النادي الاهلي ممكن ترجعه للمنافسه من جديد، ويقدر ان هو ان شاء الله يفوز على حوريه الغيني بكره. شايف الحاله الدفاعيه النادي الاهلي ازاي؟ خصوصا ان النادي الاهلي اخر مباراه افريقيه تلقى 3 اهداف، يعني كل كان حاطط علامه استفهام على هذه الاهداف، حتى لو كان الخصم ضعيف، او يعني كمان اللي زود لك قلق كان الخصم ضعيف كان ضل. لا هو الاهلي محليا كويس، افريقيا يمكن تهز فتره كده ودخل زي ما انت بتقول 3 اهداف، ده طبيعي، المستوى بيبقى هنا اقوى شويه، المستوى الافريقي بيبقى اقوى من المحلي، انما انا بقول لك الدفاع الاهلي كويس يعني مفيش اي مشكله. شريف كلوبالي وسعد سمير ونجيب واشرف وفتحي ومعلول، كل دول لعيبه كبار وعندهم خبرات ولعيبه دوليه، انما احنا مش هنقيمهم بالقطع يعني، ماتش يمكن دخل اكيد. لا طبعا بالظبط كده، فهم عندهم خبرات اكيد، لكن وضغط المباريات افريقيا ودخل عليك بطوله عربيه ودوري وداخل قريب الكاس، فكل دي برضو بتاثر شويه، بتبقى عمليه اجهاد شويه، 3 خطوط على فكره مش المدافعين بس، انما زي ما انا قلت لك من شويه ان هم عندهم خبرات ويقدروا ان هم يتغلبوا على النقطة أو المشكلة الأهداف اللي بتيجي في مرماهم مع الوقت ومع التمرين والتوجيهات العملي والنظري طبعا بتختلف، ويقدروا يستفيدوا من أخطائهم يعني الفترة الجاية. أكيد هو طبعا فريق مجهول بالنسبة لينا احنا كجماهير، لكن أكيد باتريس كالتيرون اتفرج على أكيد كم مباراة لهذا الفريق يعني حوريه الغيني، متفائل بنسبة كام؟ لا انا متفائل ان شاء الله، النادي الاهلي في افريقيا السنه دي مركز قوي، مجلس اداره، جماهير، لاعبين، جهاز فني، جهاز اداري، طبي، كل النادي الاهلي يمكن اكتر سنه النادي الاهلي مركز فيها ان هو ياخد البطوله، فانا متفائل بنسبه 60% بكره ان شاء الله للظروف اللي موجوده، انما كبطوله ان شاء الله اتمنى النادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا السنه دي ويعود للبطولات الافريقيه من جديد. مش عايز اقول لك بدايه من بكره، لا لسه المشوار طويل، انما انت عندك نوعيه لعيبه تقدر تجيب بطوله افريقيا. شايف سعد سمير ازاي؟ سعد يمكن قعد فتره بعيد عن مستواه شويه. ليه؟ اكلمك بصراحه، انا ما يعني ما بحبش اللعيب اللي بيهزر كتير. يعني هو دمه خفيف وبيهزر، هو من يوم ما راح نادي الاهلي وبيهزر يعني، بس في فتره بيزودها شويه.
لازم يكون في تركيز اكتر من كده. يعني احنا متعودين لما يكون في تمرين او بيكون في محاضره او يعني مساعد مش هيزعل مني انا بتكلم مساعد هو مساعد ما زعلش حد يعني انا بتكلم انما هو لعيب كويس جدا ولعيب قوي وسريع وبيجيب اجوان انما طول ما انا برضو في الملعب ببقى مكشر كده وحاسس ان الخصم عامل لي حساب او مركز خلي بالك بتفرق معاك جدا كمستوى بالذات المدافعين ان انت تبقى واثرت عليه فتره في الاصابه انما هو لو خدها بجديه اكتر هيبقى احسن من كده ان هو لعيب مميز ولعيب قوي وسريع ولعيب دولي هو في المنتخب يعني انت جالك عروض من برشلونه قبل كده بجد جالي برشلونه بعد بوركينا فاسو وجالي بروسيا دورتموند واولمبيكوس اليوناني وكايزرز لاوتر كان العرض يعني لا هو كان كابتن صالح رحمه الله عليه كان حاطط سعر ليا بعد بوركينا فاسو فتقريبا كان مليون دولار لبرشلونه فهو تقريبا هم رفضوا برشلونه رفضوا كان بوبي روبسون اللي كان ماسك سنه 98 99 بعد كده بروسيا دورتموند حط حوالي 5 مليون مصري ما يعادل مصري يعني بعد كده كايزرز لو حط نفس المبلغ والاولمبيكوس اليوناني حط 4.5 مصري فقعدوا طبعا على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي وكاب صالح والمسؤولين لكن برشلونه تقدموا فعلا بعرض رسمي رسمي انت كان لازم تصور ما استاهلش يعني لا تستاهل طبعا لا والله فعلا دي حقيقه لان هو كان بوبروبس كان موجود في المدرج وقال انا عايز سمير وبعت فاكس لكن بتبقى مفاوضات يعني كان ساعتها كان الواحد كان ممكن يروح ببلاش مش مشكله بس كده انا اروح جري انا اروح من مصر برشلونه جري عايز اقول لك الحاله الاحترافيه ايامك اتغيرت عن الحاله الاحترافيه دلوقتي كاهتمام اعلامي مفيش شك انت شايف الميديا عامله ازاي دلوقتي يعني لو واحد لما بتكح كده ولا تخش اي حته بيكتبوا عنك ان انت رحت مش عارف ايه خد بالك الدنيا اختلفت خالص النواحي الماديه طبعا ما شاء الله اختلفت خالص قنوات زي ما انا بقول احنا ليه بنبص يا كابتن سمير للدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي اي دوري ليه بنبص ان هو وهم يعني حاجه كده اللي هو افلام الخيال العلمي لا مش هل اللعيبه مختلفه عننا لما طلعت احترفت بره هل اللعيبه مختلفه عنك هم مختلفين فعلا في ايه اول حاجه جسمانيا مختلفين عنك احنا كعرب هم الاجانب اقوى اعصابهم اكتر شويه في الملعب بالذات متعودين على الجو البرد والسرعه والقوه لما انت بتروح بتبقى اقل شويه لكن لما بتتمرن معاهم وتلعب بتبقى زيهم بس في الطبيعه ان هم عندهم طبيعه وعندهم كل حاجه حلوه يعني اسلوب كمان اسلوب حياه طبعا الاتموسفير نفسه غير خالص يعني هو مش مولود مميز عنك غصب عننا على فكره ما ده اللي بتكلم فيه غصب عنك انت بس كمان هم عندهم حته الالتزام اكتر في المواعيد عندهم حته الاخلاص قوي قوي ما عندهمش حته ولا دين ولا مله مثلا مين ديانته ايه ولا كلهم تيم ورك واحد للثلاث نقط لو بيلعبوا مين ما عندهمش مشكله مع حد خالص طالما نزل احترافيه بيصدرها له الحاله الاداريه بتاعته التزام بيقدر يستحمل تمرينتين في اليوم يعني هو لو هو جه لعب في الدوري المصري هنا هيبقى بنفس الالتزام بره لا صح لان هو انت بتتعايش مع الناس اللي موجوده على النظام اللي موجود على السيستم اللي موجود بالزبط. فانت بتمشي عليه بالظبط هما بقى مكان عارفين التمرين الصبح الساعه 9 الساعه 8 يبقى في اوضه اللبس التمرينه الثانيه بتروح تتغدى في البيت وترجع التمرين الساعه 3 الساعه 2:30 2 بتبقى موجود في غرفه الملابس خلاص هو اتاقلم على كده السيستم بتاعه مفيش اعذار مفيش حاجه اسمها والدتي تعبانه مفيش حاجه اسمها ابني مفيش حاجه خالص والنادي الاهلي اقرب ما يكون لهذا النظام عشان كده النادي الاهلي نجح ما هو النادي الاهلي بيطبق النظام الالماني شويه تلاحظ ان كل المدربين كان كلهم المان مفيش غير الكارترون تقريبا هو اللي فرنساوي جوزي برتغالي بس معظم عدد كتير من المدربين كانوا المان فهو تحس ان الالمان ملتزمين اكتر في اوروبا عن اي دوله تانية خصوصا الحته الاحترافيه في حته كره القدم يعني الوقت خلص بصراحه يعني عارف ده يعني فريق الاعداد محضر لك اسئله بص كل دي اسئله بس انا عارف الوقت بيخلص معاك بسرعه وكلام الكوره ما بيخلصش اساسا وعايزين وقت طويل ان شاء الله تنورني في حلقات جايه كابتن سمير نجم الاهلي ونجم مصر تشرف
هناك ربنا يخليك ومع جماهير النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. واكيد هترجع تاني للتدريب في النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني كابتن سمير كمونة حاجة جميلة جدا، إنسان مخلص، لعيب مخلص نادي الأهلي بكل معاني الكلمة، بيعشق القلعة الحمراء وجماهيرها كمان. عايزين يعني نقيم الأمور كويس، كل التوفيق نادي الأهلي إن شاء الله في مباراة بكرة. نطلع فاصل، بعد الفاصل هتروح العمر ربيع ياسين والكرة العالمية، استنوه. شكرا جدا لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله، ومكملين مع حضراتكم في اخر فقرات البرنامج، فقره الكره العالميه اللي دايما بنختم بيها الحلقه مع حضراتكم. طبعا كلام كتير في طبعا اسبوع دوري الامم الاوروبيه، اكيد طبعا بالنسبه لعشاق الكره العالميه دايما الفيفا ديتس بيكون ممل جدا بالنسبه لهم، وكل جمهور كره القدم بيفضل ان هو يكون دايما دوريات شغاله، يكون في ماتشات دوري انجليزي اسباني ايطالي بيكون فيها متعه اكبر. كمان الاسبوع القادم ان شاء الله هتكون بدايه دوري ابطال اوروبا، هيعود من جديد بالمجموعات القويه، ايضا باليوروبا ليج هيبقى 3 و4 تشامبيونز ليج، ويوم الخميس هتكون ماتشات اليوروبا ليج. لكن طبيعي قبل ما نبدا مع حضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده معانا، طبعا معانا اخبار بعض الصحف العالمية، بعض القضايا اللي كانت موجودة في آخر أسبوع لها علاقة بدوري الأمم الأوروبية، أيضا معانا فقط الفيديوهات. لكن زي ما قلت لحضراتكم ربطت ما بين الفيفا ديتس وبين الدوريات، عشان كده هبدأ معاكم بصورة كاريكاتير. خلاص يعني بعد انتهاء الفيفا ديتس الخاص بالمنتخبات كانت في صورة طريفة جدا تم نشرها على السوشيال ميديا زي ما حضراتكم شايفين، يعني يافطه مكتوب فيها ورا الدوريات البريمير ليج والكالتشيو ولا ليجا والتشامبيونز ليج، واللي قدام حضراتكم ده الفيفا ديتس. فخلاص الجمهور بيزق الفيفا ديتس عشان كان بالنسبه للجمهور هو اسبوع ممل جدا، هتعود المتعه والاثاره من جديد من خلال الدوريات العالميه والدوريات الاوروبيه. ده بالنسبه للبدايه مع حضراتكم، لكن سريعا هنروح ل بعض الصحف العالمية علشان نشوف ايه اللي مكتوب فيها من خلال الصحيفة الاولى اللي هتكون موجودة معنا، هي موندو ديبورتيفو، والقضية الكبرى هي ساول نجم اتلتيكو مدريد واللي احرز ومتألق مع منتخب اسبانيا. زي ما حضراتكم شايفين في قضية يعني منتشرة في الفترة الاخيرة ان ساول بتربطه يعني بعض التقارير انتقاله الى برشلونة. يعني موندو ديبورتيفو بتقول ان البارسا لا يزال لديه خيار تفضيلي في شراء ساول من اتلتيكو منذ بيع ديفيد فيا، ولو اتلتيكو مدريد عايز يبيع اللاعب اللي عقده بينتهي في 2026 وشرط الجزائي في كسر عقده 150 مليون يورو، لازم ياخد راي برشلونه الاول، ولو برشلونه قدم عرض مماثل تكون الافضليه لبرشلونه. هنشوف هل ساول ممكن يكون في حسابات برشلونه الفتره القادمه ولا لا. طيب نروح لجازيتا ديل سبورت، نروح لايطاليا ونشوف تعليق ايطاليا ايه على بدايه الدوري من جديد. رونالدو وايكاردي وهيجوايين استيقظوا، مين فيكم اللي هيسجل؟ العنوان طبعا يعني بالاخص نتكلم على رونالدو، هيجوايين سجل لكن رونالدو لسه في اولى جولاته مع فريق يوفنتوس فشل في التسجيل. طبعا رونالدو ما فيش شك انه واحد من نجوم العالم وافضل لاعب في العالم، وكمان مرشح لجائزه ذا بيست مع صلاح ومع مودريتش، ده بخلاف طبعا ترشيحه وحصوله على المركز الثاني في افضل لاعب في اوروبا. طبعا بيتكلموا على 3 جولات و0 من الاهداف، والتاخير يسبب الضوضاء. طبعا كل ما رونالدو بيتاخر في التسجيل كل ما الضوضاء والدوشه بتكون طبعا حوالين رونالدو بتكون كتيره جدا. نروح لجريدة سبورت الأسبانية وبتتكلم على ديونج لاعب أياكس أمستردام اللي برشلونة يعني حطه تحت المنظار وبيفكر جديا ان هو يتعاقد معاه وحاول يتعاقد معاه لكن الصفقة فشلت. لكن هنشوف هل برشلونة يعني متاح للتعاقد مع اللاعب، وده اللي كان موجود على جريدة سبورت. الهولندي الشاب هيكون لاعب عظيم وهو الهدف الأول للبارسا في عام سوق 2019،
طبعا اياكس رفض تماما انه يتخلى عن اللاعب. اياكس اكيد طبعا عنده طموحات سواء في محلية او سواء اوروبية، ومش عايز يفرط في ولا لاعب من اللعيبه اللي موجودين. وسر ابتعاد اياكس على فكره عن المنصات التتويج العالميه الاوروبيه هو تفريطه في بعض نجومه وتفضيل ان هو يستفيد ماديا على حساب البطولات الاوروبيه. طبعا في الدوري ممكن يكون ماشي كويس ما بين منافسه ما بينه وما بين فاينورد، لكن اياكس فريق كبير جدا لعب له نجوم كتيره جدا ابرزهم طبعا لويس سواريز، طبعا ولعبنا المصري احمد حسام ميدو، لكن اياكس نادي كبير جدا ونادي مهم جدا في اوروبا ان هو يكون موجود دايما في المحافل الاوروبيه. هنكمل معاكم في جريده سبورت. طبعا تصريح لبيب جوارديولا بيقول ان هو كان في كلام كتير ان هو هل هيختم مسيرته التدريبيه فين، فقال سوف اختتم مسيرتي من حيث بدات، يعني بيقول ان هو يامل انه ينهيها مع برشلونه. طيب نروح لانجلترا ونشوف صحيفه ميرور بتقول ايه. صحيفه ميرور البريطانيه بتتكلم على جوزيه مورينيو، ده صوره بواتينج لاعب بايرن ميونخ ولاعب المنتخب الالماني. يعني دايما الصحافه الانجليزيه مستلمه مورينيو، دايما بيتكلموا عليه كتير جدا. هو كمان يعني مدير فني بيحب الصحافه، بيحب الاعلام، بيحب ينقش هنا ويحب يتكلم على هنا ويحب دايما ان هو يكون يعني مثير للجدل في انجلترا. فطبعا العنوان بيقول لماذا اخفق جوزيه مورينيو في التعاقد مع بواتينج، بعد ما نقل التصريحات مدافع منتخب المانيا جيروم بواتينج وقال فيها ان المدرب فشل انه يقنعه ان فريق مانشستر اقوى واكبر من فريق بايرن ميونخ. لكن احنا بنتكلم مش اكبر، احنا بنتكلم على انه يقنع لاعب من الانتقال من نادي بايرن ميونخ، النادي العريق، النادي الكبير، نادي بطل المانيا، ونادي اكيد طبعا مرشح كل سنه لدوري ابطال اوروبا، ان هو ينتقل الى اليونايتد وكمان يبدا بمشوار جديد وطموحات جديده وبطولات جديده مع فريق مانشستر. طبعا وطبعا الصحيفه ميرور كمان اتكلمت على رفض جون تيري اللي احنا كنا قلنا لحضراتكم من طبعا من حلقتين ان جون تيري على بعد خطوات من انتقاله الى سبارتاك موسكو الروسي، وكان عقده هيبقى سنه مع خيار انه يجدد سنه كمان مقابل 1,800,000 باوند، لكن جون تيري بيتراجع عن التعاقد مع بطل روسيا. ورفض جون تيري العرض المقدم له من سبارتاك موسكو الروسي، مضيفا ان حارس كمان مرمى توتنهام، طبعا كنا اتكلمنا عن حارس توتنهام هيجو لوريس، هنا برضو قلنا ان رخصة القيادة تمت سحبها من قبل الشرطة الانجليزية، وده بسبب ان هو تم القيادة او ظبطوه وهو تحت تأثير الكحوليات ده اثناء قيادته لعربيته. الناس دي بره ما بتهزرش، فيش حاجة بقى اسمها انا مين او بلعب فين او كابتن فريق توتنهام. وكمان عجبني اكتر مش بس تصرف اكيد الشرطة، لا ده عجبني كمان تصرف نادي توتنهام بسحب قيادته او سحب شارة القيادة من هيوجو لوريس، وتم الاستعانة بهاري كين كابتن فريق توتنهام الجديد، وده كمان يعني كان ليهم تعليق على سحب شارة القيادة، قالوا فيها ان احنا دايما كابتن الفريق هو قدوة لكل اللعيبة اللي موجودة، فما ينفعش يكون قائد الفريق مثال مش سيء بس مثال في بعض الشيء، يخطئ اخطاء يعني ممكن ان هي ما تحصلش. فده اللي احنا شفناه وده اللي احنا هقوله لحضراتكم دلوقتي، ان كمان هيوجو لوريس مش بس بيحاول ان هو يحافظ على يعني هو خلاص موضوع الشهرة انتهى، لكن بيحاول يحافظ على مكانته الأساسية كمان بعد الرخصة ما تم سحبها لمدة 20 شهر، يعني سنتين إلى 4 شهور، دي العقوبة اللي تلقاها أو اتحكمت بالفعل من قبل الشرطة الإنجليزية في حق اللاعب هيوجو لوريس كابتن فريق توتنهام السابق ولاعب توتنهام الحالي وبطل العالم مع المنتخب الفرنسي. نروح لديلي اكسبرس واخر صحيفه موجوده معانا، بتقول على ماركوس راشفورد في المباراه الاخيره امام سويسرا في دوري الامم الاوروبيه نجح انه يقود المنتخب الانجليزي بالفوز 1-0. فديلي اكسبرس كتبت وقالت ان ماركوس راشفورد يمكنه ان يصبح رونالدو الخاص بنا، ده تصريح خاص بساوث جيت ادلى بها بعد انتهاء المباراة الأخيرة بعد ما اللاعب قاد بلاده في مباراة ودية أمام سويسرا 1-0، هي مباراة ودية وليست مباراة في دوري الأمم الأوروبية.
ده طبعا كان بعض الأخبار اللي موجودة في الصحف العالمية، بعض الأخبار اللي كانت متعلقة بدوري الأمم الأوروبية وأيضا بدايات الدوريات. عندنا طبعا لقاءات قوية جدا هنبدأ يوم السبت بأولى اللقاءات، أكيد هقولها لحضراتكم دلوقتي، لكن عايز أقول لحضراتكم قبل ما أبدأ معاكم بجولات السبت اللي معظمها هيكون يوم السبت، يعني الدوري الانجليزي هيبقى اغلب اللقاءات يوم السبت، والاسباني الايطالي هيكون ما بين السبت وما بين الحد. لكن قبل ما ابدا معاكم بمواعيد المباريات واللقاءات وايضا هقول لحضراتكم الجولات ومين هيلاعب مين، كان في جوله يوم الثلاث كانت اخر جولات دوري الامم الاوروبيه كان فيها مفاجاه بالنسبه لي، اسبانيا وكرواتيا، واسبانيا بتفوز 6-0. دايما الواحد وهو بيقرا الاخبار في الصحف العالميه وبيشوف الاراء وبيسمعها، سواء يعني بيقرا في الصحف او بيسمع في برامج مختلفه، كان في بعض الاراء، بعض الجمهور وبعض النقاد وبعض لاعبي كره القدم اللي كانوا منقسمين ما بين ان كرواتيا ان طبعا هي في كاس العالم وصيف كاس العالم، وان القرعه اللي وقعت فيها كرواتيا خدمتها في ان هي ما تطلعش بدري وان هي توصل لنهائي كاس العالم. يعني راي تاني كان بيقول لك كرواتيا كانت موجوده في الجانب بتاع بلجيكا والبرازيل وفرنسا وخلافه وغيره وغيره، كان كرواتيا هتودع بطوله كاس العالم بدري جدا. لكن وجود كرواتيا بدايه مع منتخب الدنمارك، بعديها روسيا، بعديها المنتخب الانجليزي، يعني بالنسبه لكرواتيا او مشوارها في كاس العالم ما كانش قوي، حتى منتخب انجلترا ما كانش قوي بالنسبه لبلجيكا، بالنسبه لفرنسا، بالنسبه للبرازيل، بالنسبه لفرق قويه جدا كانت موجوده في الناحيه الثانيه اللي ادت الى يعني كان في معجنه كرويه في كاس العالم في الناحيه الثانيه اللي هي كان فيها بلجيكا وفرنسا والبرازيل، لكن كرواتيا كان طريقها سالك جدا اللي ادى بها ووصولها الى المباراه النهائيه. لكن عايز اقول لحضراتكم ان 6-0 للمنتخب الاسباني مع كرواتيا، انا شايف ان لويس انريكي ناجح جدا مع المنتخب الاسباني. كمان فجر قضيه في اسبانيا، فلورنتينو بيريز غاضب جدا من لوبيتيجي المدير الفني الحالي لريال مدريد. ايه السبب؟ السبب ان شفنا في منتخب اسبانيا اسانسيو واسكو بيتم الاعتماد عليهم بشكل كبير جدا ومتالقين، ويعني اسيست واهداف او صنعه اهداف واحراز اهداف، وبالتالي ده اللي خلى فلورنتينو بيريز يسال لوبيتيجي انت ازاي مش بتعتمد على 2 لعيبه مميزين جدا جدا عندك، وبالطالب او احنا كريال مدريد شايفين ان ريال مدريد محتاج صفقات. فده حط لوبيتيجي في مازق كبير جدا جدا، لكن لويس انريكي ما فيش شك ان هو غير من شكل المنتخب الاسباني. هنا نرجع ورا شويه ونفتكر قبل كاس العالم ايه اللي حصل، والسؤال كان مطروح في الصحافه الاسبانيه، هل منتخب اسبانيا خسر بطوله مقابل مبدا ومقابل مدير فني محترم يجي يمسك منتخب يقدر ان هو يعيد ليه الامجاد من جديد، ولا منتخب اسبانيا يعني خسر بطوله ان هو خسرها فبالتالي هو اتصرف غلط؟ يعني الناس كانت بتقول هل صح ان منتخب اسبانيا يخسر البطوله مقابل ان هو يبني فريق وان هو ما يتنازلش عن مبادئه، ولا التنازل عن مبدا كان مهم جدا مقابل ان هو ان هو يخلي لوبيتيجي موجود في القياده الفنيه، وكمان يعني كان لعله عسى كان ممكن يعمل نتيجه ايجابيه مع المنتخب الاسباني، لكن انا شايف المبدا هو الاهم، اهم من البطوله. ده طبعا يعني مش شعار بس اسبانيا، ده شعار كمان النادي الاهلي، المبدا اهم من مليون بطوله، دي حاجه مهمه جدا تخليك اون تراك او تخليك ماشي في الطريق الصحيح. يوم السبت سريعا هيكون معنا بدايه من 1:30 مباراه توتنهام وليفربول، والساعه 4 تشيلسي وكارديف سيتي، الساعه 4 ايضا مانشستر سيتي وفولهام ونيوكاسل وارسنال، هادرسفيلد رمضان صبحي مع كريستال بالاس، وواتفورد مع مانشستر يونايتد. دي هتكون في ختام جولات يوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز، هتكون الساعه 6:30 بتوقيت القاهره. الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد مع ايبار الساعه 1، ريال سوسيداد مع برشلونه الساعه 4:15، والساعه 6:30 فالنسيا مع ريال بيتيس، واخيرا 9:15 اتلتيك بلباو مع ريال مدريد في مباراه صعبه جدا. ريال سوسيداد طبعا ملعب الانويت العقده الكبيره لفريق برشلونه، برشلونه هيلعب خارج ملعبه، ايضا اتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس هيلاعب فريق اتلتيك بلباو، ريال مدريد خارج ملعبه، فبرشلونه وريال مدريد هيكونوا الاثنين خارج ملعبهم يوم السبت. اما الدوري الايطالي انتر ميلان وبارما، ويعني ده بالنسبه ليوم السبت. اما يوفنتوس هيلعب يوم الحد، الدوري الالماني بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن، وبروسيا دورتموند هيكون يوم الحد. ده ابرز المباريات اللي هتكون معانا ان شاء الله بدايه من يوم السبت في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني. اكيد طبعا لقاءات مهمه جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم، بدايه من الساعه 1 مباراه اتلتيكو مدريد هيبدا يوم السبت الممتاز.
هنروح بقى مع حضراتكم ل يعني الفقره المحببه لدى حضراتكم، فقره الفيديوهات اللي بنجيب فيها حضراتكم يعني بعض الهايلايتس والفيديوهات اللي مش بتشوفوها غير معانا هنا في الاهلي الليله في فقره الكره العالميه. ونبدا معاكم بدوري الامم الاوروبيه. دوري الامم الاوروبيه مباراه فرنسا الاخيره امام المنتخب الهولندي اللي كانت على ملعب طبعا على ملعب سادو فرانس، واللي اول مباراه جمعت ما بين المنتخب الفرنسي وجمهوره بعد فوز المنتخب الفرنسي ببطوله كاس العالم، ولسه الاحتفالات مستمره. طبعا كان في حفله بسيطه قبل بدايه المباراه، تم تقديم كاس العالم داخل الملعب وكمان لاعب وتم شكره من قبل الجمهور طبعا على المجهود والبطوله الرائعه اللي ادوها مع ديدي ديشامب المدير الفني الرائع واللي مرشح يكون افضل مدرب في العالم. تعال نروح ونشوف ونتابع احتفالات المنتخب الفرنسي بفوزه ببطوله كاس العالم في ملعبه وسط جمهوره قبل مباراه هولندا، ونرجع نكمل مع حضراتكم. اكيد مفيش احلى من لقب بطوله كاس العالم، اغلى بطوله على صعيد المنتخبات، لكن طبعا احتفال يليق بالمنتخب الفرنسي ولسه الاحتفالات مستمره. كمان المباراه قدروا ان هم يفوزوا على المنتخب الهولندي. لسه مكملين مع منتخب فرنسا واحتفالات منتخب فرنسا بعد المباراه. زي ما احنا عارفين ان كانتي هو احد اللعيبه المميزين جدا في منتخب فرنسا، لكن اللاعب عنده كسوف شديد جدا من قبل وسائل الاعلام، حتى مع زمايله دايما في الاحتفالات بيكون واخد جنب، فاللعيبه بتحاول تقرب منه بشكل اكبر، بتحاول ان هم يدوا له حقه. فكانوا عاملين له نشيد في او اغنيه لعبت فرنسا مع بعض بعد مباراه، يعني بنتكلم على احد المباريات الموجوده في كاس العالم، عملوا له بعد مباراه الارجنتين تحديدا لما فرنسا كسبت منتخب الارجنتين، ودور كانتي كان في اخفاء ميسي تماما من المباراه، فعملوا له اغنيه فطلعت عليه. فمن ساعتها بقى اي احتفال بيكون موجود في منتخب فرنسا وكانتي بيغنوا الاغنيه كلهم مع بعض طبعا، واللاعب بيكون يعني مكسوف جدا وبيكونش يعني متفاعل معاهم، لكن لعيبه فرنسا ما نسيتش دور كانتي مهم جدا في فوزه ببطوله كاس العالم، كمان مع تشيلسي واحد من اللعيبه اللي ليهم دور كبير جدا جدا، وكمان ماوريسيو ساري بيطور اداء اللاعب مباراه بعد مباراه. تعال نشوف لعيبه منتخب فرنسا ازاي بتحتفل مع كانتي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. جوزيه مورينيو زي ما قلت لحضراتكم في اخبارنا اخبار الصحافه، هو دايما مدير فني مثير للجدل، مدير فني دايما بيحب ان هو يكون موجود في الصوره، ما حدش موجود معاه. وجوده مع مانشستر يونايتد ويعني الفتره الاخيره وفشله بعدم اقناع جزء كبير جدا من اللعيبه اللي كانت مفروض تروح اليونايتد، ده كان سخن الصحافه عليه بشكل كبير، عدم احترامه للصحافه والمؤتمرات الصحفيه في انجلترا طبعا خلت الصحافه تهاجمه اكبر. لكن الموقف اللي كان يعني اخذ بطار كل الناس اللي كانت زعلانه من مورينيو في مباراه انجلترا واسبانيا في دوري الامم الاوروبيه الاخيره على ملعب ويمبلي، لما كالعاده راح يتفرج على المباراه والجمهور كان عايز يتصور معاه، لكنه طبعا مورينيو مش شيء جديد عليه، تجاهل كل الناس وحب ان هو يجري، لكن الجزاء كان من جنس العمل. تعالوا نشوف مورينيو حصل فيه ايه لما راح يتفرج على مباراة انجلترا واسبانيا في دوري الامم الاوروبيه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني بعد ما وقع الناس كلها بتسقف، يعني تخيلوا حضراتكم كل الناس فرحانه فيه. مورينيو سبحان الله يعني ما حدش يعني صعب جدا ان اي حد يبلعه بلغه الكوره، لكن بمناسبه مورينيو يعني هيكون معانا لقاء مع احد النجوم اللي اتمرنوا مع جوزيه مورينيو ان شاء الله، هيكون يعني في اقرب حلقه ممكنه، ولاعب مصري اتمرن تحت قيادته عشان يتكلم معانا بقى عن ايه؟ عن ابرز المواقف اللي كانت مع مورينيو، لكن مش هحرق لحضراتكم المفاجاه ان شاء الله، وهيكون موجود معانا في حلقه في الاسبوع القادم، وهنحكي بقى معاكم كل الاخبار الخاصه بمورينيو، وازاي مورينيو من زمان قوي وهو عنده مشكله مع اللعيبه ومع الجمهور ومع وسائل الاعلام. مانشستر سيتي اكيد احد الانديه اللي ناجحه جدا في الدوري الانجليزي، يعني استثمارات بشكل كبير جدا، وجود بيب جوارديولا واجهه رائعه للنادي، وكمان عمل طفره في اداء النادي الانجليزي، كمان على صعيد السوشيال ميديا على صعيد الموقع الرسمي لمانشستر سيتي بيحاولوا ان هم دايما يكونوا مختلفين، دايما بيحاولوا ان هم يسوقوا او يعملوا ماركتنج للنادي بشكل كويس جدا، يعني بيحاولوا ان هم يعني يستعينوا او يكون في كده يعني وجود كل الاشخاص، يعني نادي مانشستر سيتي مش بس للجمهور، مش بس للرجال، لا ومش بس للسيدات، لا ده كمان للاطفال الصغيره، والاطفال الصغيره بتتعلق بكره القدم بشكل مميز جدا. عشان كده كان وجود رياض محرز مع لعيبه مانشستر سيتي في يوم
مخصص من داخل غرف الملابس خاص بأطفال الصغيرين المشجعين لنادي مانشستر سيتي اللي تعاملوا معاهم بشكل راقي جدا وبشكل رائع جدا. وده كمان بينقل صورة طيبة في ازاي اللعيبة والإدارات والأندية يتعاملوا مع الأطفال اللي بيحبوا ناديهم بشكل كبير جدا. تعالوا نشوف مانشستر سيتي ورياض محرز في جولة من داخل غرف خلع الملابس مع مشجعين السيتي المستقبلية إن شاء الله اللي هيكون ليهم دور بقى في تشجيع السيتي في الفترة اللي جاية. احترام العقول الأطفال صغيرة هو قمة في الرقي وقمة في الاحترام. يعني شفنا لحضراتكم ممكن يكون يعني موقف عدى على كتير مننا لكن ممكن يكون ما تصرفش بالشكل المثالي، لكن اللي حضراتكم شفتوه ده هو احترام فعلا ورقي في التعامل مع كل فئات المشجعين لمانشستر سيتي سواء أولياء الأمور أو الأطفال الصغيرين اللي فرحوا بحاجة بسيطة جدا تيشرت كل واحد عليه اسمه كانت مفاجأة من لعيبة مانشستر سيتي. أكيد يعني هيفضلوا يضربوا أمثلة لحد من هنا لحد 100 سنة قدام، أوروبا تفضل دايما بتبهرنا بكل ما هو جديد. لسه مكملين معاكم ويعني أكيد كلنا الفترة الأخيرة سمعنا عن قصة اللاعب الكوري الجنوبي لاعب توتنهام هيونغ مين سون. هيونغ مين سون لاعب كوريا الجنوبية اللي كان بعد كأس العالم وخروج المنتخب الكوري مهدد بفسخ تعاقده مع نادي توتنهام والتحاقه بالجيش الكوري الجنوبي. سريعا في دقيقة واحدة هشرح لحضراتكم إيه اللي أنا بقوله ده. كوريا الجنوبية كل ما هو ذكر الملزم عليه ان هو يكون موجود في الجيش الكوري الجنوبي. ايه السبب؟ ان كوريا الجنوبيه في الفتره الاخيره طبعا من حروب طبعا خسرت كتير جدا وخسرت عدد من الجنود اللي كانوا موجودين في الجيش، فلزموا ان كل اي حد راجل بيتعدى سن معين يكون موجود في الجيش الكوري لمده سنتين او ثلاث سنين يخدم فيهم. لكن مين هم اللي بيكونوا معفيين من الجيش؟ مش زينا هنا، يعني احنا هنا في مصر طبعا بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظنا احنا عددنا كبير جدا، لكن كوريا الجنوبيه عندهم عدد قليل جدا، فكل الذكوره تكون تحت خدمه الجيش في الفتره اللي بيحددوها في سن معين من العمر. فبالتالي صدر قرار جمهوري من رئيس كوريا الجنوبيه ان اي حد بيعمل انجاز لبلده انجاز كبير جدا بيتم اعفائه من الجيش. وده اللي كان هيونغ مين سون او هيونغ سون مين كان بيدور عليه في الفترة الأخيرة بعد إخفاقه في بطولة كأس العالم. كان موجود في طبعا دورة الألعاب الآسيوية اللي نجح فيها مع منتخب بلاده أن يفوز بالميدالية الذهبية اللي ادته طوء النجاة في إكمال مسيرته مع نادي توتنهام. فطبعا في أول عودة لي مع نادي توتنهام أكيد كان في فيديو خاص في استقبال اللاعب الكوري الجنوبي وهو شايل الميدالية الذهبية لبطولة أو لبطولة الألعاب الآسيوية اللي كانت طوق نجاة في مشوار اللاعب الاحترافي وإنقاذه من ترك توتنهام وذهابه إلى التجنيد. تعالوا نشوف إزاي تم استقبال هيونغ سون مين في نادي توتنهام ونرجع نكمل معاكم. فريق برشلونه اكيد طبعا من الفرق الممتعه اللي بتمتع كل جمهور كره القدم طبعا مع ريال مدريد عشان ما حدش يزعل مني، لكن دايما بتكلم على برشلونه في طريقه التيكي تاكا في اللعيبه المهاريه بيكونوا مميزين جدا. لكن كمان مش بس لعيبه برشلونه الرجاله، لا ده كمان عندهم فريق سيدات اللي عندهم مهاره عاليه جدا. علشان كده هنروح ونشوف ازاي لعيبه برشلونه للسيدات او فريق برشلونه للسيدات بيعمل شويه نفس المهارات اللي بيعملها الفريق الاول في تحدي خاص من داخل غرف خلع الملابس. تعالوا نروح ونشوف ونكمل معاكم. شفتوا لعيبه او لاعبات مميزات جدا من نادي برشلونه هم اكيد ممتعينا، يعني اكيد طبعا عشان محدش يزعل حصلت قبل كده من جانب فريق ريال مدريد وابن مارسيلو الصهيل الايسر لنادي ريال مدريد كان عملها من داخل غرف خلع الملابس مع فريق الناشئين في ريال مدريد عشان محدش يزعل. انا بقول اهو ريال مدريد قلنا عليه وبرشلونه جبناه، احنا جبنا طبعا بتاعت ريال مدريد دي كانت قبل كده لكن برشلونه دي جديده فحبينا ان احنا نعرضها لحضراتكم. في الدوري الامريكي دوري الدرجه الثانيه الامريكي بكره القدم نادي انقطع عنه الجمهور ما بقاش يحضر في مبارياته، ففكر في فكره ازاي يتم اغراء الجمهور وان هو يرجع تاني للمدرجات. فعمل فكره يعني فكره طبعا يعني عمرها ما حصلت قبل كده، لكن فكره ازاي تجيب الجمهور يتفرج عليك تاني من المدرجات ويكون بمزاجهم مش غصب عنهم. حصلت ان اتفق رئيس النادي مع المسؤولين على ان كل مباراه
يكون موجود طيارة هليكوبتر تعدي من فوق الملعب, وطبعا الطيار أو الشخص اللي قاعد جنب الطيار يقوم بإلقاء $5,000 في أرضية الملعب. ده هيخلي الجمهور يعمل إيه؟ هنروح نشوف الجمهور هيعمل إيه بعد ما $5,000 تم إلقاء في أرض الملعب, ونرجع نكمل معاكم. أكيد مهم جدا, لكن يعني فكرة من الأفكار اللي خلت الجمهور يكون موجود ويبدأ أنه هو يرجع تاني للمدرجات. لكن زي ما قلت حركه هو شيء مهم جدا, لكن خدناه طبعا على سبيل الدعابة. آخر فيديو موجود معانا, كنا قلنا خبر خاص بدييجو أرماندو مارادونا, الاسم الكبير جدا في عالم كرة القدم اللي أثر أو اللي كان مقصر في نفسه من فترة كبيرة جدا بعدم الاهتمام بالشكل الاجتماعي وبالشكل الأخلاقي الخاص به. وزي ما نحن يعني زي ما أنا بقول زي ما احنا بنقول كلنا أن كرة القدم مش بس داخل الملعب أو أن أنا لعيب كويس أو لا, كرة القدم أخلاق وتعامل وحسن خلق وحسن مظهر, كل شيء داخل الملعب بيخليك مميز عن زمايلك اللي موجودين. لكن أكيد طبعا كرة وأخلاق بتخليك مميز أكتر وأكتر وأكتر. مارادونا تعاقد من أسبوع بالضبط مع فريق في دوري الدرجة الثانية المكسيكي. لكن إيه المشكلة اللي بتواجه مارادونا؟ المشكلة اللي بتواجه مارادونا إن الصحافة والإعلام وكل الجمهور الخاص بمارادونا بيهاجم مارادونا بعد تعاقده مع نادي المكسيكي, بسبب إن أصحاب النادي بيقال إن هم عندهم بعض الأعمال يعني بعض الأعمال السيئة في البزنس. بنتكلم من بعض التجارة اللي هي مش صحيحة ومش بتدار بشكل قانوني. طبعا أكيد كلكم حضراتكم فهمتم أنا قصدي إيه. فده شيء تم مهاجمة مارادونا عليه. كمان مارادونا كان عنده مشكلة إن هو كمان مشكلة تعاطي. فهنا الربط ما بين مشكلة مارادونا وتعاقده مع النادي المكسيكي عملت ضجة كبيرة في الإعلام. لكن جبنا لحضراتكم بعض اللقطات الخاصة بأول تدريب لدييجو أرماندو مارادونا مع فريقه الجديد, وكمان تقديمه من خلال مؤتمر صحفي من قبل النادي. هنشوفه ونرجع نكمل معاكم أو نرجع نختم مع حضراتكم فقرة الكرة العالمية في الأهلي. كنا مع حضراتكم في فقرة الكرة العالمية في الأهلي الليلة, وصلنا معاكم لختام الحلقة. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. طبعا بشكر الكابتن العزيز الكابتن عبد الحميد حسن وضيفه الكابتن الكبير كابتن النادي الأهلي كابتن سمير كمونة في الفقرة الأولى, وختاما وجودي مع حضراتكم في فقرة الكرة العالمية في الفقرة الثانية. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وفقرة من فقرات الكرة العالمية على الأهلي الليلة في قناة النادي الأهلي. نشوفكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.